نرحب بالأخوة الكادر من شركة الاستكشافات النفطية والكادر الإعلامي، وشكرا لهذا اللقاء المرتقب. نحن الآن بصدد تنظيم معاملة إفراز قطع الأرض التي تتوزع كقطع أراضي سكنية للموظفي الاستكشافات النفطية، وقمنا بفتح بيان ثم دققت فنيا، وسوف ترسل للمديرية العامة للصادق عليها فنيا، وبعد ذلك يصار إلى تنظيم مخطط من محافظة بغداد تصاميم، ثم ترسل إلينا، ومن بعد ذلك يتم إفرازها إلى قطع سكنية ويفتح فيها أضابير ويزود بسندات لتوزيعها على الكادر الوظيفي. حقيقة أكيد أكو معوقات، يعني خاصة مع قلة الكادر في مديريتنا، لكن تم التغلب على هذه الصعوبات بتمديد وقت العمل إلى الساعة حد الساعة الرابعة عصرا، على الرغم من يعني الحار وأيام رمضان، لكن الكادر جاي يعمل بتفاني وبإخلاص خدمة للصالح العام. مهندسة ذكرى، رئيس مهندسين أقدم الشعبة المدنية القسم الهندسي، رئيس لجنة فرز وتمليك الأراضي. أنا أشكر الكادر اللي جشم الحضور لهذا الموقع حتى يتابعنا في طابو المدائن، وبالنسبة لنا إحنا متابعين العمل ومستمرين به، وخلصنا ويا الزراعة وخلصنا ويا دوائر هواية الري هذه، وصلنا إلى مرحلة فتح البيان، وإن شاء الله بعد هاي المرحلة باقينا مجرد شغلات روتينية، وإن شاء الله متابعتنا وكادر طبعا فريق العمل معي أستاذ علاء فاضل اللي هو من المساحين القدماء، أستاذ سمير، ومتابعة أستاذ نشوان إلنا المتابعة المستمرة، وحثنا أنه دائما نسرع بالعمل حتى نخلي الباقين يستنون مثل ما أسوة بقية الزملاء اللي استلموا الأراضي، وحتى لا حد ينغبن، وإن شاء الله إحنا مستمرين ما دامنا مصرين على المتابعة وما دامنا مثابرين عليها. وأحيانا إحنا كنا نراجع أكثر من دائرة في يوم واحد، يعني مرة صادفت أنه طلعنا من دائرة الكرادة، رحنا للحي ناحية الوحدة، رجعنا للمدائن، رجعنا ناحية الوحدة. أعتقد هذا دليل أنه إحنا مدى نبخل في الجهد حتى نسرع بعملية فرز الأراضي وإكمالها وتخطيطها. بالمناسبة نشكر السيد مدير العام بالإشراف المباشر والمتابعة، وكذلك القسم القانوني أستاذ أثير همين. إحنا الحقيقة الإجراءات اللي أكثر شيء سألونا مدير التسجيل العقاري في المدائن الأستاذ فاضل ما قصر ويانا كلش، والإجراءات ماشية إن شاء الله وسلسة، وإن شاء الله إن شاء الله تشوفون كل الخير، ونتمنى لكم إن شاء الله الموفقية إن شاء الله منكم المعاملة إن شاء الله. وإحنا نحب نقول لإخواننا الموجودين بالفرق أن الإدارة العليا مهتمة بهذه الإجراءات وبتوجيه مباشر من السادة المدراء، وهذا الشيء باهتمام مباشر من لدن السيد الوزير والسيد الوكيل المحترم للاستخراج، واهتمام مباشر من السيد مدير عام شركة الاستكشافات النفطية، ولا ننسى بالذكر أيضا السيد مدير العمل الحقلي والسيد الوكيل المدير العام والسادة المعاونين. والحمد لله والشكر أنه نحب أن نبشرهم ونقولهم أن الإدارة العليا لها دور كبير في إنجاز هذه الأمور، وإحنا نحب نقول لأستاذ فاضل أنه نشكره ونقول له نشكر جهودكم اللي جاي تبذلوها من أجل إخوانكم موظفين الاستكشافات النفطية، وتحقيق غاية الحكومة أنه نحقق هدف توزيع الأراضي إلى الموظفين بأسرع وقت ممكن. وهذا الشيء إحنا يعني نفتخر أنه أكو تعاون بين دوائر الدولة بصورة مباشرة من خلال هذا التعاون. شكرا جزيلا أستاذ فاضل، وبالأخير أنقل تحيات الكادر اللي موجود بدار التسجيل العقاري إلى الإخوان في شركة الاستكشافات النفطية، ونقول لهم وهم أيضا يبلغوني وقالوا بلغهم كل عام وهم بخير بمناسبة عيد الفطر. وكذلك لا ننسى دور شعبة الإعلام وعلى رأسها أستاذ محمد راغب، وشكرا جزيلا مهندس محمد جاسم مدير القسم الهندسي، وشكرا جزيلا.